أنا بشوف حالي اليوم بعد كل هالنجاحات اللي حققتها أنا لسه بالبداية ولسه لازم أقدم كتير وأعمل اللي علي أكثر لحتى أكسب محبة العالم أكثر وأكثر. والشمس شاشاني طل انتظار يا حبيبي. هوم كومينج معناتها إنه الواحد يرجع لأصوله ويرجع لوطنه، وخاصة هي موجودة ببلداننا العربية بقوة، اللي هو ربي فيها وهو اللي عاش فيها، لهيدي المي لهيدي التراب. بقى نحنا ننتمي جدا لعربيتنا ومنحب كتير الرجع لحضن البلد. بنبسط دائما بحفلاتي بدبي لانه فعلا جمهور ذواق للفن، واحلى شيء انه بمسيرتي الفنيه المتواضعه كنت انا كان بوينت كثير كثير مهمه بحياتي انه اكون موجود بدبي ببعض الاوقات يلي هن بتذكرهم كثير. بوصف دبي بانه هي البلد الاحب على قلبي، من اكثر البلاد اللي انا بحبهم بالتحديد دبي. يا حلاوه بيبقى بالشو على طول في تفاصيل بتطلع على المسرح على طول، كمان انا بحس انه لازم احضرها، بحضر اكثر من فكره لحتى اكون جاهز لكل التطورات اللي ممكن تصير معي انا وعلى المسرح. هذا الوقت كثير ضروري لحتى على طول ركز، وبيبقى عندي على طول ستريس لحتى اخلص هذه الحفله والناس تكون راضيه. ضل اكسايتد لحتى اقدم حفلاتي هون بدبي باحلى مظهر. هذا الشيء كثير بيفرحني، كل اللي عملته مبسوط فيه، بس الطموح بعد على شيء اهم بكثير واكثر. بحس حالي انه انا بمرحله حلوه بس اللي جاي اكيد اهم بكثير.